أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. هاشتاج افتحوا منافذ اليمن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلامي ياسر المعلمي يفوز بجائزة في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام. مؤسسة يمنية تحصد 10 ميداليات في البطولة العربية للذاكرة في إسطنبول. توقف مفاجئ لسناب شات عالميا. وصل لي مرسالي شوقي غدا مفضول. أضيف فقرة الاستضافة الفنان عبد الله أبو علي. مرحبا بكم. أقام ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية عبر هاشتاج افتحوا منافذ اليمن، بعد قرار التحالف الأخير بإغلاق جميع المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية. نشوف التفاعل مع الهاشتاج. هذه الظروف ما أحوجنا إلى الأخبار الباعثة على الأمل. والسيدة نعمة والدة الفنان بلال الأغبري نعمة المثال على الأمل والصمود والتحدي من تعز. نرى منشور لرشاد العواضي يقول فيه: السيدة نعمة أول شمس تتخرج في تعز ويصفق لها النجوم. السيدة نعمة هي أم النجوم وأم الإرادة المعبرة عن تعز الحياة والتفرد. السيدة نعمة قائد، هي أقدس رسالة عن صمود مدينة تعز وعن تمسكها بالأمل. وشهادة تخرجها اليوم هي أكبر شهادة تخرج في الوطن المحاصر بالجهل والقتل والإرهاب والانقلاب. هنا تعز أيها القتلة، وهنا أمهاتنا عليهن الصلاة والسلام. مقطع للسيدة نعمة وابنها بلال يغني، نشوفه مع بعض. ما زلنا في تعز وحفل تخرج أيضا، وصورة نقلها لنا وائل الدبعي بمنشور له في الفيسبوك لابنات أحد الشهداء، نشوف المنشور مع بعض. أرادت أن تكون قوية، أن لا تبكي، أن تفرح بأسرتها كباقي زملائها، لكن لم تستطع فعل ذلك. دموعها سقطت حزنا على غياب والدها في حفل تخرجها.
ابنة الشهيد عبود نعمان الأغبري، وها هي ابنته اليوم تلبسه عقد الفل ولكن بطريقة أخرى. كانت تتمنى أن يكون حاضراً وأن تعطيه الفل وهو فرحاً بتخرجها. الحرب قاسية يا إلهي، كتبت دانيا في حفل تخرجها: ومن قال يا أبي أنك غائب، أنت الحي الذي لا يموت وأنت الباقي الذي لا يفنى، وأنت ذاك الفرح الذي أعانقه وبشدة. حاولت أن أحتضنك وأقبل جبينك، منعتني هذه الحرب عن تحقيق أمنيتي، ولكن احتضنت روحك وقبلت ترابك. أنت أول من شاهدني بقبعة التخرج، أنت مختلف عن الجميع. منشور للأستاذ خالد الرويشان حاز على إعجاب الكثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشره بصفحاتهم. نشوف المنشور. يقول في الأستاذ خالد: لا تيأس، تعلم من هذا الفتى اليمني، يدرس ويعمل ويكافح ويتفوق، وتحت هجير الشمس يذاكر. مثل هذا الشعب لن يموت. صحيح في لحظة قد تشعر أنك تعاني سكرات الموت، لكن ثق أنك لن تلبث أن تنهض وتقف على قدميك. هكذا هي الحياة، تحت هجير الشمس يغلي دمنا توقا وشوقا، ويثور في عروقنا ألف زبيري وألف نعمان وقردعي. وما زالت مبادرة كويت قات مستمرة بتقديم أنشطتها المتنوعة والفريدة، وآخر هذه الأنشطة مزاد علني، لكن الهدف من هذا المزاد هو ما يلفت الانتباه. خلونا نشوف التفاصيل في منشور نجيب الحجي. يقول: بسم الله نبدأ المزاد الخيرية الثاني بإشراف كويت قات لصالح إرجاع 50 طفلة نازحة من طلاب المرحلة الابتدائية إلى المدرسة، وذلك تحت حملة الحقيبة الأرجوانية، حيث سنجهز لهم حقائب دراسية متكاملة بمحتواها وندفع عنهن رسوم السنة الدراسية 2017-2018. بعد نجاح المزاد العلني الأول لكويت قات العام الماضي، حيث بيع كويت قات ب 200 ألف ريال يمني لصالح مرضى السرطان الموجودين في المستشفيات. اليوم نريد بيع دمية العز كريم التي صنعتها الأخت الفنانة وسام محمد. نشاهد الدمية. يصادف 8 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان اليمني التشكيلي هاشم علي عبد الله، حيث مرت 8 سنوات على مغادرته عالمنا الذي يضج بالحرب. عاش الراحل حياة بسيطة، وبرغم تميزه وإبداعه وقوة مخيلته، فإنه لم يحظى بالاهتمام والرعاية وقتها. مؤسسة مواهب حضرموت المكلا التي مثلت اليمن في البطولة العربية للذاكرة في نسختها 6 والمقامة بإسطنبول في الفترة من 5 إلى 6 من نوفمبر الجاري، حصدت 10 ميداليات في هذه البطولة. وقد حصل الفريق على 3 ميداليات ذهبية حققها الأبطال عبد الله بهلول عن فئة الكبار، وأحمد التميمي ومحمد معاشر ضمن فئة الأشبال. كما حققت المؤسسة 4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية. وبناء على هذه النتائج توج المتنافس محمد عبد الله بودويلة بطلا لليمن في الذاكرة لعام 2017. فوز يمني آخر حققه الإعلامي ياسر أبو بكر المعلمي، والذي فاز بجائزة في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته 6. ويعد مونديال القاهرة في دورته 6، والذي يحمل شعار معا ضد الإرهاب، أضخم تظاهرة إعلامية فنية ثقافية بالعالم العربي، وهو تقليد سنوي في إطار العمل الإعلامي العربي المشترك.
يهدف إلى إطلاق المبادرات الإعلامية والأفكار والإنجازات الإعلامية التي تخدم المجتمع المدني والعمل الإعلامي المشترك، ويتم فيه تنظيم مسابقات لاختيار أفضل الإنتاجات العربية للمرئي والمسموع وتكريم أبطالها من نجوم الإعلام العربي. وإلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من سناب شات الذي توقف لمدة 4 ساعات يوم الاثنين في أنحاء العالم، ما تسبب بانتقادات وشكاوى عمت موقع تويتر الذي دفع الشركة المالكة للخروج والرد عبر الموقع، بينما يأتي ذلك في وقت حرج تستعد فيه الشركة للإعلان عن أرباحها الفصلية. وكتبت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: نحن على دراية بهذه المشكلة ونعمل على إصلاحها. أما موقع تويتر فقد أعلن زيادة الحد الأقصى للحروف في التغريدة الواحدة إلى 280 حرف رسمياً لجميع المغردين عالمياً، بعدما كانت مطروحة كميزة تجريبية لبعض المستخدمين. وقال في تدوينة: نحن نزيد الحد الأقصى للأحرف، نريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع. استبدلت الشركة عداد الحروف الذي يظهر عند كتابة تغريدة جديدة برمز دائرة في محاولة لإظهار عدم تقيد المستخدمين. عانى واتساب يوم الجمعة الماضي من مشاكل في الخادم أدت إلى تعطل عملية إرسال أو استلام الرسائل بين المستخدمين في العديد من الدول، ولا يبدو أن المستخدمين كانوا قادرين على حل هذه المشكلة بأي شكل من الأشكال. المشكلة المذكورة تركزت في أوروبا الغربية وآسيا، علماً أن المستخدمين حول العالم كافة أبلغوا عن معاناتهم من الأمر نفسه. وعلى الرغم من أن المشكلة وصلت أيضاً إلى أمريكا، إلا أن البلاغات كانت قليلة من هناك. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بمقطع من مشاركة اليمن في حفل ليلة الثقافة العالمية في جامعة بتروناس بماليزيا. مقطع آخر للموهبة الفنية محمد فريد. في قلبي معك يا صاحبي في سلام، وبعدتي عنك ولا لي في بعادك هنا، في البعد ما أنا سعيد ولا فؤاد يريد، في البعد ما أنا سعيد ولا فؤاد يريد، ذلا فضيلة علي ما ينكتب والنصيب، وتعود أحلى الليالي وتعود أحلى الليالي وتعود أحلى الليالي وتعود أحلى الليالي في ديار الحبيب يلا بعود. فنان يمني صغير يغني أغنية مع الأسف بعت روحي لك.
صوت يمني جميل ايضا نسمعه مع بعض. حتى على الكلام ده كمان قلت لروحي بقى ذكرى ما ضيعهاش ما ضيعهاش عشان فكرة يكون ملهاش أثر ودليل يكون ملهاش أثر ودليل وبرضو خدت أنا أنا المهدي. الله الله الله. ومرت بالغرام أيام هنية الأحلام تساوي ألف عمر طويل تساوي ألف عمر طويل أول عن أول محبنا هلا وبقت الدنيا جنة خضرة. جولة مصورة من مدينة تعز تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة بسبب الحرب. عامل مرت علينا بعد انقلاب الجماعة يا خسارة وعاد عصر المجاعة قطع اليمن ذبانينا وعدا شلوا متاعة وانا اللي غلطان لما سلمت في ظرف ساعة قصيدة داعية لوقف الحرب وعودة السلام للشاعر عزام الهوري. أنا عاشق عشقتك موطني وجعلت قلبي بالقصائد هائما والبا بنيت بوسط قلبي مسجدا وبقيت أدعو لك الإله مسلما واتى تلوت لأجل حبك سورة إني بحبك يا بلادي مغرمة واتى ثملت بكأس حبك موطني والشعر فيك أقوله مترنما والجيم جيء وانظروا في موطني الظلم فيها وفي رباها خيما والجيم جيء وانظروا في موطني الظلم فيها وفي رباها خيما الكل في قتل النفوس مشارك لم يدركوا أن المصيبة أعظم لست مع الحوثي في تدميره لست مع عفاش حين تكلم لست مقاوم تستمر الحرب بي لست مع هادي الذي هدر الدماء والحا حلمت بأن يعم بنا السلام ونكون شعبا عاقلا ومسالما والخا خيانتكم لنا قد سجلت وسيخبر التاريخ فيها معلما والدال دمرتم بلادي بحربكم يا جاهلين تقاتلون على عمى والدال ذقنا المر من ويلاتكم حجوع وفقر هالكون من الظما والراء راتب لم وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان عبد الله أبو علي.
ونرحب بضيفنا اليوم. اهلا وسهلا فيك عبد الله. اهلا وسهلا فيكم. مرحبا عبد الله، من فين تكلمنا؟ كلمتكم الان من جده. اهلا وسهلا فيك. تمام عبد الله، جاهز الاسئله؟ ان شاء الله جاهز. اوكي، بيكون معنا اسئله اعتياديه سريعه وبعدين نبدا بالاسئله العاديه. نبدا كالعاده، اوصف نفسك بكلمه. متواضع. واكثر وسيله تواصل تستخدمها؟ الواتس. اجمل مكان زرته في حياتك؟ اجمل مكان زرته في حياتي صراحه المدينه، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. ومكان تتمنى زيارته؟ اتمنى زيارته تركيا. جميل. طيب شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصية اتمنى مقابلتها الرئيس اردوغان. وعمل فخور به؟ يعني عملته انا. نعم، اني عمل اللي انا فخور فيه، انه انا انشد عن وطني، اتغنى في وطني. جميل. طيب اكثر انتقاد يوصلك؟ والله ما في انتقادات كثيره، لكن انا ما ظهرش على العالم كثير. جميل. لحظه سعاده عشتها لو تكلمنا عنها. لحظه سعاده والله يوم زواجي احسن لحظه عشتها. جميل. ان شاء الله حياتكم كلها سعاده كمان. نعم. ولحظه حزن عشتها؟ الأوضاع هذه اللي في وطني، يعني أنا أعيشها للآن. نعم فعلا، ما هي مرة فعلا. ولو تكلمنا عن موقف أثر فيك مش ممكن تنساه. والله الموقف يعني الحاصل اللي في اليمن الآن من دمار وحرب، هو أكثر موقف اللي مأثر فيني إلى الآن. عبد الله، ولو نتكلم عن بداياتك الفنية. بدايتي الفنية والله أنا حبيت إني أشارك بدايتي الفنية إن أنا أشارك في حفل كانوا في القنصلية اليمنية، فحبيت إني أشارك فيه في هذا الحفل، يعني وأصريت إنه أنا أقدم شيء عن الوطن وحب الوطن. سنة كم؟ كان عندي تقريبا 2010. جميل. 2010 كان في حفل 22 مايو في القنصلية اليمنية في جدة، فشاركت فيه. طيب أول أغنية خاصة بك؟ أول أغنية خاصة بي هي هذه الأغنية اللي هي يا مرحبا حيا بمن جانا، واللي احتفلنا اليوم من شانا. هذه اللي كانت في اليمن. جميل. تمام. وأكثر عائق واجهك في حياتك، في حياتك الفنية؟ العائق هي المادة، لأنه أي شيء الواحد يريد أن يسجله أو يعني عمل فني يكون كبير عن الوطن أو عن الأم، عن الأب، عن الأخ، عن الأوضاع اللي نعيشها، يعني يشتري له مبلغ يعني من أجل أن نسجله ونعده ويظهر للناس. هو العائق الوحيد اللي امامي للان. فعلا. تمام. ولو حصلت على فرصه العمل دويتو مع فنان كبير، من تتمنى يكون هذا الفنان؟ والله انا احب انه مثلا اكون مع حاميم المنشد، امين حاميم او خالد زاهر، يعني هذول لهم يمنيين يعني. ان شاء الله. ليش؟ أيوة لا. قد فكرت يوم تشارك في المسابقات الغنائيه العربيه؟ والله فكرت بس خفت انه انا اخسر شغلي وما اروح للفرصه هذه او اني انجح او اني كنت، كانت مغامره، فصراحه ما حبيت انه انا اغامر بشغلي واروح للمسابقه، رغم اني سجلت وقبلوني. ايش شغلك؟ يقولون في عرب عربي. جميل. انا اشتغل في اشتغل انا في شركه سيارات. جميل. تمام. طيب عندك موهبه او هوايه غير الغناء؟
ما عندش موهبة، هي هذه موهبتي صراحة، هذه اللي أحبها أنا وعشقها، لأنه جميل. لأنه تلامس مثلا شعور المواطن وحب الوطن وتلامس أذهان الناس، لأنه بتتكلم عن معاناة، عن معاناة الناس مثلا من الأوضاع اللي بيعيشوا. مثلا الواحد ينشد عن الأم الحنونة، الأم الغالي، ينشد عن الأب، ينشد عن الصديق، ينشد هذا اللي أنا أحبه. والفن بشكل عام إيش يمثل لك؟ الفن هو رسالة راقية الواحد يستخدمها يوصلها للناس من أجل أن تلامس أسماعهم، وهذا يمثل لي أنه يعني حاجة حلوة الواحد يرسلها للناس. مثلا بالفن الجميل والراقي والكلمات الجميلة يقدر الواحد يوصلها للناس وتلامس أسمعها، يمثل لي شيء روعة يعني، وسيلة توصيل الرسائل. طب ماذا عن أعمالك القادمة؟ أعمالي القادمة، أنا كان عندي نشيد عن اليمن يقول اليمن من قلبها نادت لنا بعد حسرتها نعيد أسعدها، اليمن أم الكرام أمنا والسعيدة والسعيدة انتمي لسعادها. أنا عفوا نسيت الكلمات ما هي أمامي، لكن هذه الكلمات من كلمات شعر دهاق الضبياني، شعر اليمني. وأدائك ما نزلت في السوق طبعا عادة صح؟ مستنين بس عندي أنا المهندس إن شاء الله يفضى، اللي هو المهندس والموزع إن شاء الله في هذا الأسبوعين، ونسجلها إن شاء الله قريب إن شاء الله بإذن الله. وإيش بتسمعنا من قديمك؟ إيش؟ إيش بتسمعنا من قديمك؟ اختار لنا أغنية وأغنيها لنا الآن. أنا عندي هي ما ظهرت في السوق، اللي هي في الإعلام، اللي هي نشيد اسمه حناي الروح. يا حبيبا في هواه قد حينا، وسقينا الحب أحلى ما سقينا، يا وطن غالي دوام الدهر تبقى، في حناي الروح أغلى ما لدينا، في حنايا الروح أغلى ما لدينا، فوقها ما المجد سجلت افتخارك، في جبين الشمس قد أشرق نهارك، سنى الإيمان أيقظت اقتدارك، وزرعت العز والأمجاد فينا، من سنة الإيمان أيقظت اقتدارك، وزرعت العز والأمجاد فينا. عبد الله يا عزيزا واصل، تحب واصل واصل. لا إذا كان الوقت يعني ما أحتاج النشيد خلاص نكتفي بهذا. أوكي شكرا لك عبد الله أبو علي، نتمنى لك كل التوفيق. اهلا وسهلا فيكم، وانا سعدت بهذه المقابله مع القناه المتميزه قناه بلقيس. واشكركم واشكر كل من حضر لهذا العمل او المقابله، شكرا لكم كثير واحنا اسعد بذلك. شكرا لك. الله يحفظكم يا رب. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحه البرنامج الظاهر رابطها اسفل الشاشه. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.